السلام عليكم، معكم السيد عامر. أنا شرحت في الجزء اللي فات بعض الأجزاء الخاصة بالويل درينج والسيكونس اوف درينج اوبريشن، وإن شاء الله النهاردة أنا هكمل جزء جديد خاص بالويل كومبليشن، هاو تو بي فاميليار ويز ويل كومبليشن اكويبمنت سيرفيس اند سب سيرفيس اكويبمنت. دي بعض الاكويبمنت الاساسيه اللي لازم اي مهندس بترول لازم يكون عارف الفانكشن بتاعت كل واحده. انتهينا في الجزء اللي فات من سيكونس اوف درينج اوبريشن، ان انا بقى عندي فيه كيسنج موجود في البير ليه بروجرام. المفروض ان كل العمليات الخاصه بالكيسنج والسمنتنج والاوبريشن الخاصه بالبروجرام بتاعه اللي بينفذها هو الدرينج انجينير والريك كرو. بيبقى عندي طبعا الكوندكتور كيسنج والسيرفيس والانترميديت والبرودكشن كيسنج، واخيرا ممكن يكون في لاينر كيسنج او مفيش. لكن في النهايه كبدايه عندي عشان ابدا افكر في عمليه الكومبليشن او عمليه استكمال الابار، فانا لازم يكون عندي تالي ويكون عندي بروجرام واضح جدا للكيسنج والكولرز الخاصه بيه. هنا هتبدا البوينت البدائية في عملية الكومبليشن، وهي ان مهندس الحفر بيبدأ ان هو يدخل معاه مهندس الهندسية او البرودكشن البتروليوم انجينير اللي هيكون مسؤول عن انه يستلم البير من الدرينج انجينير علشان ينزل جوه البير لبعض الاكويبمنت او البايبنج اللي هتسهل لي عملية الانتاج. بيستلم البير عبارة عن كيسنج filled with inhibited brine او في درينج فلويد. الدرينج فلويد ده كل الهدف منه اني بيكون عندي هيدروستاتيك هيد باستمرار موجود جوه الفورميشن، لان لسه انا عندي فيه بي او بي فوق، فبيكون عندي تارجت اساسي ان الفورميشن دايما ممكن انها تكون فيها هاي بريشر، فلازم اكون عندي هيد من الانهبتد براين اجينست الفورميشن بريشر. طيب انا التارجت بتاعي في عمليه الكومبليشن اني هعمل مسار جديد غير المسار اللي احنا كنا شايفينه في الاول اللي هو الكيسنج، من خلاله هبدأ عملية الانتاج. يعني الفورميشن فلويدز الموجودة سواء كانت جاز او اويل او ووتر المفروض انها هتطلع جوه التيوبنج الجديد او البايبنج الجديدة اللي انا نزلتها جوه الكيسنج، وهيبقى عندي تو بايبنج كل واحدة جوه التانية. يعني هيكون عندي تيوبنج جوه الكيسنج، الماسورتين جوه بعض. طبعا التيوبنج هيكون الدايمتر بتاعه اصغر شويه، هيكون في بعض الفاسيلتيز او الاكسسوارز او البايبنج المختلفه شويه اللي هيكون كل واحده فيها ليها فانكشن وتارجت، وبيتم اختيارها ووضعها في اماكن محدده هتسهل لي عمليه الانتاج خلال عمر البير كله. طيب المواد اللي انا بستخدمها او البايبنج الجديده اللي انا حطيتها جوه الكيسنج دي هتكون مصنوعه من بعض الماتيريال المختلفه شويه عن الكيسنج، فممكن استخدمها مصنوعه من الكاست ايرن او الكربون ستيل او الالوي ستيل او الستانلس ستيل في بعض الاحيان او الكروم. التارجت بتاعي في الماتيريال ده ان انا هكون بتعامل مع، يعني في وقت من الاوقات بتعامل مع كروسيف فلويد، فلويدز فيها H2S و CO2 وفيها سكيل وفيها مواد بتسبب كروجن، فبالتالي لازم ان انا اكون بتعامل بماتيريال الماتيريال دي تتحمل هذا او هذه الظروف من الكروجن. طيب انا عندي الكومبليشن سترينج ده بقسمه لحتتين، بدايه بسمي الجزء اللي فوق البكر بسميه الابر كومبليشن، ده كل اللي موجود فوق البرودكشن بكر، والجزء اللي تحت البرودكشن بكر هو ده البرودكشن بكر. البرودكشن بكر ده المفروض ان هو هيعزل لي الكيسنج عن التيوبنج وهيعمل لي فراغ ما بينهم بسميه الانيولس. كل ما تحت الريتريفابل بكر او البرودكشن بكر ده بسميه التيل بايب، او بمسمى تاني هو اللور كومبليشن. اللور كومبليشن ده بيكون فيه بعض الفاسيلتيز هنتعرف على واحده واحده فيها بالفانكشنز بتاعتها، وفوق البكر بسميه الابر كومبليشن، وده برضو بيكون فيه بعض الاكسسوارز والتيوبنج، هنعرف الفانكشن بتاعت كل واحده ان شاء الله. طيب بدايه انا عندي اول جزء بيتربط فوق على ديك فلور عشان ينزل جوه البير، يعني ده هيكون اعمق حاجه موجوده في الكومبليشن او اول جزء بيتربط فوق. انا طبعا السترنج هو نازل او ان انا بربط المواسير اللي في بعضها، فبربط اول جزء تحت بسميه الواير لاين انتري جايد. الواير لاين انتري جايد ده عباره عن بيكون طبعا اعمق حاجه في الكومبليشن او اول جزء تحت خالص، بيديني اكسس للواير لاين تول انها تنزل جوه التيوبنج، بمعنى ان انا لو معايا معده نازله على واير لاين جوه البير بعمل بيها اي اوبريشن،
لو نزلت جوه التيوبينج وجيت خارج من التيوبينج تاني عشان ارجع فوق على السيرفس، فبيكون في هنا حرف او شف او ايج بتبقى شارب شويه لو انا في ماسوره تيوبينج عاديه، فممكن ان يحصل ستاك للتول بتاعت الواير لاين دي ويحصل لها انها تتقطع نتيجه انها تعدي على حافه حاده جدا. طيب الحل ان انا ببدا ان انا اجهز لها مسار. المسار ممكن يكون حاجه كونيكال كده شبه البيل جايد. احنا طبعا الواير لاين انتري جايد دي بقسمها حاجتين، لا اما انها بيل جايد لا اما انها مول شو. البيل جايد بتكون فيها ماسوره اوسع، يعني بعمل عملية تدريج كده للديامتر من كبير لصغير، بحيث ان انا لو في اي معدة عندي نازلة تحت عدت من التيوبينج وانا راجع هي تبدأ انها تزقني تدخلني تسنطرني جوه التيوبينج. طيب المول شو نفس الفكرة. المول شو في منها نوعين طبعا، ده فكرة الوايرلاين انتري جايد بشكل مبسط شوية. البيل جايد زي ما قلنا بتكون فيها شكل كونيكال كده او شكل مخروطي شوية، اقدر ان انا وانا خارج وانا داخل جوه التيوبينج ابدأ ان انا ارجع عادي خالص من غير اي مشاكل مع الحواف بتاعتها. والناحية التانية البيل جايد نفس الفكرة او المول شو. طيب الواير لاين انتري جايد برضو، شوف لو انا بتكلم في بيل جايد عادية، هنا لو انا بتكلم على مول شو كاملة، لو انا بتكلم عن هاف مول شو، كل واحدة فيهم بتبقى عبارة عن شطفة كده جوه التيوبينج، ماسورة صغيرة طولها تقريبا قدم او اتنين قدم. كل الفكره فيها زي ما قلنا انها ترجعني بالواير لاين ايكويبمنت اللي معايا من غير ما يحصل اي مشكله. طيب فوق الواير لاين انتري جايد على طول ببدا ان انا احط حاجه اسمها اللاندنج نيبل. اللاندنج نيبل دي عباره عن شورت لينس اوف بايب، جواها بيبقى فيه عمليه كاتنج او خرط، بعمل قطع فيه ليها بروفايل جواها. البروفايل ده اقدر ان انا اعمل سيتنج لبعض الايكويبمنت جواه، بمعنى تاني هقدر ان انا انزل جوه التيوبينج ده بالواير لاين، كل العمليات اللي بتتم جوه التيوبينج ده او جوه الكومبليشن بتتم عن طريق الويل انترفينشن اكويبمنت زي الواير لاين، زي السنابنج يونت، زي الكويل تيوب. كل المعدات دي بقدر ان انا او الثرو تيوبينج اوبريشن بتتم اني بنزل جوه التيوبينج وابدا ان انا اعمل سيتنج لبعض الاكويبمنت. طيب عشان اعمل سيتنج فبالتالي لازم يكون عندي حاجه ليها بروفايل معين انا عارف شكله فوق، ابدا ان انا انزل جواها وابدا ان انا اعمل سيتنج لبعض الاكويبمنت دي. طيب هنشوف شكلها بعد دقايق، لكن هي فيها نوعين في لاندنج نيبل، في حاجه اسمها سيلكتيف لاندنج نيبل او الاكس نيبل، وفي حاجه اسمها نو جو نيبلز او الاكس ان نيبلز. طيب الهدف منها قلنا انا ده الشكل بتاعها، انت بالنسبه لك لما هتشوف الاكويبمنت دي من بره هتلاقيها عباره عن شورت تيوب بايب كده موجوده، لكن من جواها في عمليه كاتنج للايدجز بتاعتها، فهلاقي جواها بروفايل معين. البروفايل ده هقدر ان انا انزل اعمل سيتنج لاي اكويبمنت اعلقها جواها. طيب امتى بستخدم اللاندنج نيبل او ان انا اعمل اول حاجه ممكن اعمل بلاجنج للتيوبينج، لو انا عايز ان انا اعمل اي اوبريشن على البيل ومحتاج ان انا اقفل التيوبينج ده كاني بحط سده او بلاجه جوه التيوبينج ف بحطها جواها. طب انا هعمل بلاجنج للتيوبنج ليه؟ لو انا رايح اشيل الكريسماس تري والبير فيه بريشر، فبالتالي لازم يكون عندي بارير يحميني من ان البير البريشر اللي جواه ده ما يطلعش عندي على السيرفس. لو انا هعمل بريشر تيستنج للتيوبنج اللي موجود عندي في بدايه الانتاج وعاوز ان انا اضغط التيوبنج ده بضغط قوي شويه واشوف هل في ليك ولا لا، او هل التيوبنج ده هيقدر يوستند البريشر ده ولا لا، فبالتالي لازم ان انا اكون عامل بلاجنج للتيوبنج ده من اسفل حته فيه. ممكن ان انا ساعات هعمل سيتنج لبعض الاكويبمنت، الاكويبمنت دي بيحصل لها سيتنج عن طريق الهيدروليك بريشر او الضغط اللي انا هضغطه من فوق. ممكن كمان ان انا يكون عندي طبقات فيها مشاكل او بتنتج ميه فهعمل لها زونال ايزوليشن. ساعات بحط فيها بعض الاكويبمنت زي السيرفيس كنترول سب سيرفيس سيفتي فالف او بعض الداون هول تشوك. ساعات بحط فيها ديجيوليتور لتنظيم البريشر العالي. ساعات بحط فيها بعمل فيها هانجنج لبريشر ريكوردر او بنسميها البريشر جيجز، دي جيجات بتنزل جوه البير بقدر من خلالها احسب البي دبليو اف والبي ريفوار وبعض، ولو كان البير ده فيه ليكويد ولا لا او فيه ليكويد لودنج في التيوبنج، فبقدر من خلال الجيجات دي اني اسجل البريشر والتمبريتشر بتاعت الفورميشن دي، زي ما قلت ان بنزل اعمل سيتنج لبعض الاكويبمنت في المكان ده والفلو هيعدي من خلالها عادي جدا. طيب اللاندنج نيبل بتتكون من ثلاث اجزاء اساسيه. اول حاجه
اللي هي اللوك ماندريل. اللوك ماندريل دي هي الشورت بايب اللي هتنزل مع التيوبنج العاديه. بعد ما الكومبليشن بيخلص وعاوز ان انا انزل اعمل سيتنج لي اقفل بلاج على سبيل المثال هتقفل الفورميشن، فهنزل اسيت البلاجه دي جوه البروفايل ده، فمحتاج لها فلو كنترول ديفايس او ايكوالايزنج سب، بنزل اسيتها جوه اللوك ماندريل. طيب لاندنج ريبل سوري. طيب احنا قلنا ان في منها نوعين، في منها السلكتيف اللي هي الاكس نبل، وفي منها النو جو. الفرق ما بين الاثنين بيكون في الشولدرز بتاعها بتاع البروفايل بتاعها. الكي بروفايل موجود هنا زاويته 90 درجه، لكن هنا زاويته 45 درجه، وهنعرف ايه الفرق ما بينهم. النو جو بيكون الدايمتر بتاعها مسلوب شويه، في سلبه يعني الدايمتر بيصغر كل ما بنزل جواها، يعني مش دايمتر ثابت زي في السلكتيف. السلكتيف لو بدانا على سبيل المثال ب 2.8 فهتفضل الدايمتر بتاعها 2.8 لحد الاخر، لكن دي هتبدا ب 2.8 وتنتهي ب 2.6، وبالتالي هتمنع اي حاجه انها تقع جوه البير. طيب نو جو نبل بنسميها اكس ان، وساعات بنسميها الار ان، هنعرف الفرق ما بينهم. ساعات بنسميها النبل النو جو، بيبقى جواها ريستريكشن او ممانعه ان يحصل فيها اي حاجه تعدي منها. يعني لو حصل ان انا بعمل اي وايرلاين جوب وحصل ان استقيت والوايرلاين اتقطع جوه التيوبينج، فهيفضل نازل لحد ما يحصل له هانجد في الليس دايامتر الموجود في البيل. اقل دايامتر موجود في البيل دايما بيبقى هو النو جو شولدر، بيبقى فيها شولدر صغير كده للنو جو، مفيش حاجه تعدي منه. طيب غالبا دي بتكون هي اول نب الموجوده تحت في البير، بتكون اعمق حاجه، غالبا بنسميها دايما النو جو. طيب المانيفاكتشرز بتاع الايكويبمنت دي بيبقى يعني في شركات مشهوره جدا في صناعه الايكويبمنت زي بيكر وزي كامكو وزي هاليبرتون اللي بتصنع لي حاجه يعني سبيشال ديزاين منها اسمه الاوتيس. عندي ويذرفورد كمان بتصنع الايكويبمنت دي. لو بصيت على البروفايل بتاعها فهلاقي الاكس نبل او السلكتيف هي زاويه 90 درجه زي اللي انا شايفه كده، الحته دي زاويه 90، لكن هنا الحته دي زاويه 45. وكمان ايه الفرق ما بين الاثنين؟ ان انا عندي في النو جو في شولدر تحت كده اسمه تراش جروف او النو جو شولدر. النو جو شولدر ده بيكون الدايمتر بتاعه اصغر اي دي جوه التيوبنج، لكن هنا في الاكس نبل فبتكون ستريت، يعني اقدر ان انا انزل، هي سلكتيف لاني اقدر انزل جواها واطلع منها من غير ما اسيت الكي بتاعها، لكن هنا لو نزلت مش هينفع ان انا اعدي من النو جو شولدر. طيب سلكتيف كومبليشن عندي الاكس والار، هنعرف الفرق ما بينهم الاثنين. اقدر ان انا اعمل فيهم ايه؟ اقدر ان انا احط فيهم فلو كنترول ديفايس، اقدر اقفل التيوبنج منهم، اقدر ان انا اسيت سيرفيس كنترول سب سيرفيس سيفتي فالف، ابدا ان انا احط فيها بلاجز، اقدر ان انا احط فيها جيجات او احط فيها داون هول تشوب. نفس الفكره في الار، لكن هتختلف في فرق بسيط جدا ما بين الاكس والار نبل. طيب النو جو قلنا النو جو ده احنا بنتكلم في اكس ان او ار ان. طيب يبقى انا مجرد ان انا اضيف حرف الان الكابيتال لاسم البلاجه يبقى انا كده بتكلم في انها بقت نو جو. طيب الار نبل في الغالب بستخدمها في السبيشال ابلكيشن في الهاي بريشر والهاي فلو ريت. طيب في عندي بلاجات اقدر ان انا اعمل لها سيتنج اقفل بيها التيوبنج من غير ما يكون عندي بروفايل ليها اصلا، يعني تقدر في اي مكان في التيوبنج انا عاوز ان انا اقفله، زي المونولوك بلاج. المونولوك بلاج ما بتحتاجش اصلا للاندنج نبل، هي بتقدر انها زي الباكر كده بالظبط تقدر انها تقفل اي حاجه. طيب عندي اللاندنج نبل اللي نوعها ار، البروفايل بتاعها بيكون مختلف شويه بان بيكون فيه اتنين جروف مش جروف واحد، يعني كل الاختلاف ما بين الاكس والار بيكون في شكل النبل، في شكل اللوك ماندريل الكي بتاع اللوك ماندريل بتاعه. فهلاقي ان الار هيكون فيها زي ما انا شايف ستريت ما فيهاش نو جو شولدر، لكن لو ار ان هيبقى فيها تحت نو جو شولدر. شكل الكي بتاعها بيختلف شويه ان هو بيكون فيه اتنين جروف مش جروف واحد، يعني ده هيوضح الدنيا اكتر. الاكس نبل قلت ان فيها جروف 90 درجه، الاكس ان فيها جروف 45 درجه وفيها نو جو شولدر تحت، الار بيكون فيها 90 درجه لكن 2 شولدر مش شولدر واحد، يعني هلاقي 2 في 90 1
واتنين، لكن هنا واحد بس. الار ان هتكون فيها اتنين زاويتهم 45 وتحت في نو جو شولدر. طيب ده شكل الكي بالظبط بتاعت الار والار ان. ده بتاعت الار اللي هي زاوية 90 درجة هيكون فيها اتنين شولدر اهو، الاتنين 90 درجة، الاول 90 والتاني 90. الار ان هيكون فيها اتنين شولدر بس، 2 في 45 45 45. طيب اللاندنج نيبل دايما لازم ان انا اكون عارف الاي دي بتاعها، الماكسيمم اي دي بتاعها او الدريفت بتاعها. فانا عندي في الغالب لو انا عندي مثلا تيوبنج 4.5 تيوبنج، فبنزل جواه ال 3.5 تيوبنج، بنزل جواه الاكس ان نبل، بيبقى الداتا بتاعتها بالشكل ده. انا اللي يهمني فيها هو المينيمم اي دي بتاعها والباكينج بور اي دي اللي هو 2.813. ده رقم معروف جدا للواير لاين اوبريشن. طيب لو انا عندي اكس ان لاندنج نبل، فالاي دي بتاعها فعلا هيكون 2.813، لكن هيكون فيها النو جو بتاعها اللي هو المينيمم اي دي الموجود في البيل هو 236، ودي برضو ارقام ثابته. طيب المونولوج بلاج زي ما قلت انها بلاجات، ينفع ان انا اعمل لها سيتنج في اي مكان في التيوبينج من غير ما يكون عندي اصلا لاندنج نبل ليها، فبالتالي مش هيكون فيها بروفايل، لكن هيكون فيها باكينج اليمنت وفيها دايس او سليبس، نفس فكره البكر بالظبط. ممكن انا استخدمها كمان كبريدج بلاج. طيب اخيرا في الجزء ده بتكلم على البرفوريتد جوينت. البرفوريتد جوينت دي بتكون جزء من الاجزاء الموجوده جوه التيوبينج او الداون هول اكويبمنت اللي هي لسه ما زلنا تحت في التيل بايب او الجزء اللي هو اللي هيكون اللور كومبليشن. البرفوريتد جوينت دي بتكون عباره عن ماسوره من التيوبينج العاديه لكن متخرمه بشكل هندسي شويه. عدد المساحه بتاعت الاخرام دي بيساوي بالظبط لو انا جمعت مجموع المساحه بتاعت الخرام الموجودة جوه البرفوريتد جوينت، فهو هيساوي الاي دي بتاع التيوبينج. الهدف منها ان انا اقدر ان انا اعمل عملية انتاج عادي جدا من خلالها اجينست الفورميشن. طيب بحيث ان انا لو حصل بلاجنج للبايب تحت فهيكون عندي اكتر من مكان وبالتالي مش هيحصل فيه بلاجنج. طيب الفلو كابلينج والبلاس جوينت دي اتنين اكويبمنت بستخدمهم بس، هم عبارة عن هيفي سيك وولد بايب، السكنس بتاعهم كبير شويه، بيتحمل الاروجن وعمليات الاروجن اللي بتحصل نتيجه الاوبريشن. طيب اولا الفلو كابلنج ده بحطه فوق وتحت اللاندنج نبل او اي جزء بيعمل ديستريكشن في الفلو. لو انا حصل فلو عندي هنا من جوه التيوبنج، فدايما الجزء اللي هيبقى عامل المينيمم اي دي الموجود في البير في تشينج في الاي دي بتاع التيوبنج، فبالتالي المكان ده دايما هيحصل فيه تربلنت فلو. التربلنت فلو ده هيكون بيئه كويسه جدا نعمل اروجن للاكويبمنت او للبايب اللي هي على طول بعد الريستريكشن ده. فبالتالي بحط ماتيريال عباره عن ماسوره عاديه خالص لكن السكنس بتاعها كبير شويه، تقدر انها تويستند او تتحمل الاروجن انفايرمنت اللي هتحصل. طيب البلاس جوينت نفس الفكره بالظبط، بس السكنس بتاعها مش من جوه لكن السكنس بتاعها من بره. بمعنى ان انا عندي لو انا في برفوريشن، فانا بحط اجينست البرفوريشن دي بحط بلاست جوينت بتكون مصنوعه من السيراميك او التنجستن او الرابر. الهدف منها هو انها تتحمل الهاي ابريسيف بريشر اللي هيبقى طالع من الفورميشن على طول بيخبط في التيوب دي، فهيحصل لها وير، السكنس بتاعها هيقل يعني هيحصل لها اروجن. فانا بزود السكنس بتاعها شويه بحيث ان هو يتحمل اكبر وقت ممكن. يبقى انا فلو كابلنج ده بيكون ابستريم وداون ستريم للنبلز او اي ريستريكشن في التيوبنج. بلاست جوينت بتبقى اجينست البرفوريشن او السكنس بتاعها من بره، لكن هنا السكنس بتاعها من جوه. طيب ان شاء الله الجزء الخاص بالبرودكشن بكر هيبقى الجزء القادم على طول ان شاء الله. شكرا.